تيرمينال. تيرمينال هي بالشكل ده، هو ده لو هو تيرمينال يعني دي نظرتي تيرمينال. ديت الحاجه اللي انا بشوفها عن طريقها الكوماندز بتاعت الاوبريتنج سيستم، هي دي عن طريقها اللي بدي الكوماندز للاوبريتنج سيستم. تمام، عارفين في كيرنل في النص وفي يوزر انترفيس. كل اليوزر انترفيس في اللينكس اصله هو التيرمينال ده، والادفانسد يوزرز بتاعت اللينكس بيشتغل بالشكل ده، بيسموها ايه؟ كوماند ويندو او كوماند لاين. حد في الويندوز فتح كوماند برومبت؟ كلمه كوماند برومبت دي تعني اي شيء؟ تمام، في شاشه سوداء كده بتطلع، تيرمينال سوداء صغيره بكتب فيها حاجات كوماند على اللاين، زي الماتلاب كده الكوماند ويندو بتقعد تكتب حاجات على الكوماند لاين. فهنا عندك ده كوماند ايه؟ كوماند لاين. تمام، ده اسمه ايه؟ الشل اللي بشوف عن طريقه الايه؟ الاوبريتنج سيستم. ده الدوس كان كده، واللينكس ويونكس اللي للادفانسد يوزرز كده. طبعا الحاجات الفانسي الجميله ديت، حتى لو لينكس بقت دلوقتي الاوبونتو والكلام ده ليه ويندوز، واقدر اروح من ويندوز للثانيه والكلام ده كله. يعني فاهمين قصدي ايه؟ ده الانترفيس للكوماندز اللي بتاعت الاوبريتنج سيستم. الاصل بتاعها كوماند لاين انترفيس، لو ما كانش في جرافيكال يوزر انترفيس عن طريق الايه؟ الويندوز اللي بتطلع ديت. عشان كده اصلا مايكروسوفت سميتها ويندوز، لان هي شويه ويندوز بتطلع قدامك لكل بروجرام فيه ويندو. مفهوم؟ دي سهله دي. هو ده بقى الكوماند برومبت. عشان تعرف ايه الفايلز الموجوده على فولدر معين بتكتب اسمه كوماند، اسمه داير، دي اي ار. فاهم؟ انت عشان تعرف الفايلز اللي جوه باث معين او جوه دايركتوري معين او جوه فولدر معين بتعمل ايه؟ تفتح ويندوز اكسبلورر وتكليك على الشمال، يطلع لك على اليمين الليستد الفايلز، صح كده؟ لا، في الكوماند لاين انترفيس بيحصل لازم تكتب كلمه داير. ده الفروقات عموما بقى، بقيس على ذلك كل كوماندز او كل الفانكشناليتي بتاع اوبريتنج سيستم. معايا؟ لا طبعا الكوماندز بتاعت الويندوز مختلفة عن الكوماندز بتاع لينكس ويونكس. يعني هو ده سؤالك؟ في حاجات بالهلب ممكن تجيبها، بالكتب ممكن تجيبها، بالاكسبيرينس تقدر تجيبها. يعني داير دي مش يعني زي ما بتروح على ويندوز اكسبلورر وترايت كليك، مش هتلاقيها مكتوبه، انت بتتعلمها. او ممكن لو عايز تجيب كتاب ويندوز تعرف تجيب فايلز ازاي. فنفس الكلام هنا برضو، بس الكوماندز بتاع الويندوز غير اللينكس. هنا بدل داير في حاجه اسمها ليست هناك، او ال اس تجيب الفايلز اللي جوه دايركتري معين وهكذا. زمان كان في حاجه اسمها ويندوز 3.1. هل حد شافها لاي سبب من الاسباب؟ تمام؟ وبعد كده بقى في 95. ويندوز 3.1 ده كانت نقله نوعيه، يعني قبلها كان دوس، يعني ده كان سوري ده اللي كان قبلها، ده اللي احنا كنا بنتعامل معاه. على سنة 93 تقريبا، 93 نزلت الويندوز 3.1. وبعد كده او 94، وبعد كده نزلت سوري هي ويندوز 3.1. بعد كده ويندوز 95 بقى بدأت ايه؟ بدأت تبان كلمة ستارت منيو. يعني تخيل الحياة قبلها كانت عاملة ازاي والحياة بعدها عاملة ازاي. وبعد كده اكس بي، بتهيألي معظمنا ايه؟ عشنا الاكس بي ديت، يعني عاشت كتير. ما هي 95 ضمنيا بال 98 يعني ما بقاش فيها اختلاف كتير. اختلاف شكل بس، هو كاوبريتنج سيستم ما فيش اختلاف كبير. نعم. المنيوم دي وقعت بسرعه جدا. ام اي دي وقعت بسرعه جدا. زي الفيستا وزي الانتي ما وقعتش، بس اعتمد عليها بعد كده السيرفر فيرجنز بتاع الويندوز، يعني. الويندوز انتي. تمام؟ هم كنت لسه بقول لك الميلينيوم ديت وقعت زي الفيستا كده، ما عادتش كتير، كان فيها باجز كتير قوي. مايكروسوفت ليها تكنيك معين في الماركتنج كده، ان هو الحق انزل بسرعه تمام عشان تاخد جزء من السوق، تاخد يوزرز، وبعد كده ايه؟ مش مشكله الباجز، بعد كده نطلع فيكسز بقى. هم طلعوا اختراع الفيكسز ده تمام، او اللي هو اللي بيسموها مش الابديتس، سيرفيس اسمها ايه؟ اس بي، سيرفيس باك، اللي هو بعد ما ينزل الحاجه وبعد كده ينزل لها باكس بقى. طب ما تنزل الحاجه صح من الاول، لا هي شغل ماركتنج يعني. تمام؟ وادي الاكس بي عاشت معانا كتير قوي. في الماك بقى، انا ماليش في ماك قوي صراحه، بس يعني ايه القديمه قوي. وبعد كده ماك او اس اكس، اليونكس، مين شاف الاكس ويندوز؟ محدش تعامل مع اليونكس. دي شكلها غريب شويه.
الوان زيادة رخمه جدا. طبعا هي المترو ستايل ده هو معمول اساسا عشان تابلتس الحاجات التاتش وكده، فهم قال لك ينزل كمان لا لو للتاتش مش رخم قوي يعني، هو ايكونز كبيره وبتقدر تحركه زي ما انت عايز، بس لللابتوبس في ناس متعودش عليه بسهوله يعني. عشان كده ايه نزل 8 وبعد كده بقت 8.1. طب يعني ليه؟ عشان كانت فيها تعديلات وفي تظبيطات وحكايه الستارت منيو مش عارف ظهرت ولا ما ظهرتش والكلام ده كله. كل اللي فات ده كان ايه؟ ده سيستم انترفيس. تمام؟ نتكلم بقى على الابلكيشن نفسها اللي بتنزل على اوبريتنج سيستم. في حاجه جوهريه هنا ان اي ابلكيشن بتنزل فور سبيسيفيك اوبريتنج سيستم. يعني حاجات مايكروسوفت طبعا بتاع الاوفيس كلها ما تشتغلش غير على ايه؟ على ويندوز. ما ينفعش اخدها واروح الاي اكس اي بتاعها واروح مشغله على لينكس. تمام؟ عارفين كده كل ده. تمام؟ الظاهر بتاعنا مثلا في التوتوريالز هو الماتلاب. الماتلاب الفيرجن بتاع الويندوز غير الفيرجن بتاع لينكس. معايا؟ نعم؟ في فيرجن ماتلاب على لينكس اه. تمام؟ فيهم جدا ان بقول لك مايكروسوفت وورد فور ويك كمان الويندوز بالذات يقول لك الابلكيشن دي اشتغل على ويندوز كام؟ هل كلنا شفنا دي قبل كده صح؟ لما اجي داونلود اي ابلكيشن يقول لك انت ويندوز ايه؟ دي كل هدفها في الدنيا ان في حاجه من الاوبريتنج سيستم بيعملها اسمها الابلكيشن انترفيس. لما الابلكيشن ده يبقى عايز حاجه من السيستم نفسه بينترفيس مع الاوبريتنج سيستم. فكل انترفيس مختلف الانترفيس مختلف مع كل ويندوز عن الثاني. تمام؟ عشان كده الابلكيشن سوفت وير بيبقى معمول ل فيرجن من ويندوز محدده. او اوبريتنج سيستم عموما وبعد كده الفيرجن جوه الويندوز نفسه. ده نفس الكلام. خلي بالك ان هو في حاجه ثانيه برضو ان هو يعني ممكن ما يشتغلش على يعني مثلا الحاجات اللي تشتغل على 64 بت ما يشتغلش على 32 بت. يعني هما الاثنين ويندوز. هما الاثنين ويندوز 7. بس في حاجه ويندوز 7 32 بت وحاجه اسمها ايه؟ 64 بت. لازم الابلكيشن نفسها تبقى عشان هي بتكلم الاوبريتنج سيستم ده فلازم تتكلم بنفس اللغه بتاعته. هو بيتكلم 64 هتكلم انا كمان 64. الفرق حسب الاركتكشر بتاع الهاردوير اللي انت بتبني عليه. تمام؟ الكمبيوتر نفسه. الكمبيوتر قبل كده كانت 32 بس، بعد كده دلوقتي بدات تبقى 64. الباص بقى بتاعت السي بي يو نفسه. انا مش عايز اخش في التفاصيل. انا ممكن ابعت لك، انا كان في فيديو ظريف انا نسيت ابعته، فيديو ظريف كده بيتكلم على 32 بت و64 بالراحه. تمام؟ يعني ممكن برضو بعد المحاضره لو عايز حد تفاصيل اكتر ايه الفرق بين 32 و64. احنا دخلنا في المره اللي فاتت شويه على سريع برضو. يبقى كده خلصنا. احنا قلنا الاوبريتنج سيستم الهاردوير قعدنا فيه كتير قوي، وقلنا السيستم انترفيس اللي هو حكايه الويندوز ولا كوماند لاين، وبعد كده الابلكيشن انترفيس. الدرس المستفاد من حكايه الابلكيشن انترفيس ان هو الابلكيشن بتتكتب للويندوز مش للينكس، اللي بتتكتب للويندوز اكس بي مش هي نفسها اللي تشتغل على ويندوز 7. تمام؟ واللي بتشتغل على ويندوز 7 32 بت مش هي اللي بتشتغل على ويندوز ايه 64. تمام؟ عايزين بقى نتكلم اخر حاجه على من الحاجات اللي بيعملها الاوبريتنج سيستم ان هو السكيورتي. عارفين يعني سكيورتي؟ ايه سكيورتي؟ امان. شوف تمام. عندك انت بتخش بيوزر نيم كده صح؟ تمام؟ ممكن على نفس الكمبيوتر ممكن يبقى اكتر من يوزر. تستفيد منه ايه؟ انه اكتر من بروفايل. لما البروفايل ده يدخل البروفايل الثاني يطلع. سوري بالظبط كده. يعني انا دخلت بمحمد اللي هي البروفايل بتاعي غير لما حد تاني يدخل ليه بروفايل مختلف. فعشان كده في يوزر نيم وباسورد. بتهم اكتر بتبان اكتر مع ايه؟ لو عندي سيرفر اوبريتنج سيستم ليه لوجن وباسورد ليه اكتر من ليه مالتي يوزر. حد يعرف يعني سيرفر عن غير الديسكتوب بتاعك؟ سيرفر اه. زي ايه؟ مين بيقول حاجه؟ اللي بيقول حاجه يرفع ايده عشان ابص عليه. عشان تخش تعمل ايه؟ تمام. فانت السيرفر ده اسمه الاوبريتنج سيستم اللي بيران السيرفر ده اسمه سيرفر اوبريتنج سيستم مش ويندوز 7 ولا ويندوز 8. لو هو ويندوز مايكروسوفت حاجات مايكروسوفت بيبقى ايه؟ ليها 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 تراك تاني من الاوبريتنج سيستمز. يعني في حاجه اسمها ويندوز سيرفر بدا من 2000 بعد الان تي على طول. بقى في ويندوز سيرفر 2000 و2003 و2008 مش فاكر في 2005 ولا لا 2008، وبعد كده في ويندوز سيرفر 2012.
تمام. فده سيرفر اوبريتنج سيستم مخصوص عشان يران السيرفر، بمعنى انك انت مش هيبقى عندك الكمبيوتر بتاعك ده مش هتخلي 500 حد يدخل عليه عشان نعمل حاجات مع بعض. اولا الهاردوير ما يستحملش، ثانيا مش هو ده اللي معمول له الديسك توب، ده المعمول عشانه انه يسيرف وان يوزر. السيرفر يوزر ده سيرفر اوبريتنج سيستم بيقدر يسيرف مالتي يوزرز، تمام. فبالتالي مش بس بروفايل، لا ده انا ممكن لو هل ينفع ان احنا ال 300 ندخل مع بعض؟ اه ينفع. فالسيرفر يقدر يهندل ان ازاي ال 300 دول يدخلوا في وقت واحد. ما هو انت دلوقتي داخل يوزر واحد قاعد على كمبيوتر واحد، تمام. فتخيل بدل ما انت لوحدك في 300 واحد على نفس الكمبيوتر، اكيد يعني هيضرب، صح؟ فعشان كده الهاردوير نفسه بتاع السيرفر كمبيوتر مختلف تماما عن هاردوير بتاع الديسكتوب العادي، متخيل؟ يعني في حاجات بقى بدل ما هي وان بروسيسور عليه كواد كور مثلا، لا هناك ممكن يبقى 64 كور، او ممكن يبقى اكتر من بروسيسور وكل واحد مالتي كور. بدل ما انت عندك 8 جيجا رام هناك ممكن يبقى 32 جيجا رام مثلا. بدل ما انت هارد ديسك عندك 1 تيرا ممكن يبقى هناك 4 هارد ديسك كل واحد 2 تيرا، فاهم؟ وعشان ارن ده غير اللي ينام عندك الاوبريتنج سيستم زي ما قلنا هو بيشغل الكمبيوتر ده. فطبعا الاوبريتنج سيستم بيشغل السيرفر مش زي الاوبريتنج سيستم بيشغل الايه الديسكتوب، وكمان الابلكيشنز اللي بتشتغل هنا غير الابلكيشنز اللي بتشتغل هنا وهكذا. ايون مين هنا بس في حاجه سيرفر، في سيرفر بتدخل عليه. اه اقول لك حاجه، طيب كتبت حد دخل على اليوم السابع http://7.com ده بيعمل ايه؟ في سيرفر قاعد بيسيرف ملايين الناس اللي بتخش تبص على الاخبار هناك. مش لازم اعمل يوزر كل يعني، فاهم؟ بس برضو بسيرف ناس كتيرة قوي، في يوزر بس ليه هاندلنج بطريقه تانية. بس انا قصدي مش لازم الوجن عشان اقرا الاخبار، فاهمني؟ بس عنده الكابابيلتي ان انا اقدر ارن مليونز اوف يوزرز يعني. اي بي اي بي ولا اي دي؟ لا على بص الكمبيوتر الواحد عليه كارت نتورك واحد يبقى اي بي واحد. في طرق تانية ممكن اعمل حاجات الياس، بس الاي بي هو بالكارت النتورك. هتحط كارت نتورك تاني ليه اي بي تاني، هتحط بوايرلس هتخش باي بي بتاع تالت. واللي مش بيحدده انت ممكن تحدده مانيوال، بس اللي مش بيحدده انت عاده مش انت اللي تحدده يعني، النتورك اللي بتدخل عليها هو اللي بيحدده. الاي دي يوزر نيم، يوزر نيم. هنتكلم دلوقتي سريعا ان شاء الله نخش على النتوركينج حالا. خلي بالك انك انت ممكن يجي لك اتاكس من بره، انك انت لو الباسورد بتاعتك مش يعني 1 2 3 4 5 6 اشهر باسورد محمد، والباسورد من 1 ل 6. وممكن واحد لو عايز يهاك هنا بيلعب يكتب محمد وايه 1 ل 6 ويعيش بقى، صح كده؟ سنيفنج سوفت وير اللي هو قاعد عمال يلسن للي انت بتعمله على الكمبيوتر ده، ويقدر يديتكت الاكشنز بتعملها، ويقدر يلقط الايه الاوبريتنج سيستم سوري اليوزر نيم الباسورد الكوماندز انت بتعملها سكيورلي يعني. عشان بقى احل المشاكل ديت الاوبريتنج سيستم بيقدم لي حاجه اسمها اوديتنج سوفت وير، تمام. في حلول ثانيه بس هي حلول كتيره، بس هي ابسط حاجه ان المفروض الاوبريتنج سيستم يقول لي ايه اللي بيحصل في الاوبريتنج سيستم، صح؟ يعني انا كلنا نعرف كلمه ادمنستريتور ولا لا؟ ادمنستريتور ده اللي هو السوبر يوزر على الكمبيوتر، هو ده اللي يقدر يعمل كل حاجه على الكمبيوتر، صح؟ فانا كاوبريتنج سيستم ممكن ادي الادمنستريتور ده الهيستوري بتاع كل كوماندز مثلا اللي حصلت، ومين اليوزر اللي عملها، وجايه من انهي اي بي، لما نعرف حكايه الاي بي يعني ايه، تمام. بحيث ان انا اقدر اعرف ان هو في اي وقت من الاوقات حصلت في محاوله اتاك ولا لا، هل في يوزر حاول ياكسس حاجه مش بتاعته ولا لا، تمام. في طرق طبعا ممكن احمي من الاول، بس في طرق البيزك ان لازم اعرف ايه اللي بيحصل عشان لو حصلت مشكله اقدر اتريس واقدر اشوف مين المسؤول عنها. دي اسمها اوديتنج سوفت وير. اوديتنج اللي هو بيأوديت على حاجه او بيراجع على حاجه او بي 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 بيسمع الحاجه ديت ايه. طيب افرض بقى ان انا خلاص دخل، يعني انا دخلت وبرن برنامج عشان يروح ياكسس حاجات مش بتاعتي، تمام. طيب؟ ف
فانا في برنامج بران برنامج يعني ايه بروسس، كلمه برنامج بروجرام يعني بروسس جوه الاوبننج سيستم. ففي بروسس بتحاول تاكسس حاجات مش تبعها. يعني حاجات ايه الحاجات؟ عندي الميموري، عندي الستورج، تمام. فحتى الميموري ليها انا اوبننج سيستم محدد لكل بروسس جزء من الميموري يشتغل فيها. فلو البروسس دي حاولت تاكسس جزء من بره الجزء اللي متحدد لها، تمام، الاوبننج سيستم نفسه هيعمل ايه؟ هيعمل مشكله معايا. انا كده بحمي نفسي ان انا بروسس في اتنين بروسيس شغالين دلوقتي على الكمبيوتر، صح؟ البروسس منها فكر فيها كانها فيروس. فيروس خلاص دخل باي طريقه ودخل على الكمبيوتر بتاعك وبيرن دلوقتي. انا البروسس ديت بتحاول تاكسس حاجات مش بتاعتها. المفروض الاوبننج سيستم يحمي نفسه ان هو ما يخليش البروسس ديت ايه؟ تاكسس حاجه بره الميموري بتاعتها، بره الفايلز المسؤوله عنها، الكلام ده كله. معايا؟ ولا ايه؟ واي. نعم. عندك مثلا في السي بي يو في حاجه اسمها ريجسترز. ففي الريجسترز ديت بيسجل الاوبننج سيستم، هو بيدي شويه كوماندز تبع بروسس معينه، بيدي للسي بي يو في الريجسترز ديت اول الميموري واخرها اللي هو المسموح ليها، اللي مسموح للبروسس دي بانه ياكسسها بس. فبالتالي السي بي يو هو بيران كوماند معين، الكوماند ده واخد ادرس في الميموري غير الرينج المتحدد له، هيديني ايرور. فاهم؟ هتلاقي حاجات بقى ضربت. نعم. ما هو حسب انت بتهندل الكلام ده بيهندله ازاي. يعني هو لو انت اللي كاتب البرنامج، تمام، بيطلع لك انت بتقدر تحدد ايه المسج اللي تطلع. لو زي وورد ولا بتاع بيحصل مشاكل. يعني لو بيجامب هديك ايرور، تمام. يعني فاكر في الاوبريتنج سيستم احنا قلنا لو حاجه حصلت في الميموري بتديك ان مثلا زي اوت اوف ميموري مثلا، فدي شبهها شويه. تمام. احنا كده يعني احنا كده خلصنا الفانكشنز الرئيسيه بتاع الاوبريتنج سيستم. قلنا ان هو بيشتغل على الهاردوير بكل اشكاله وانواعه، بيوبريت الهاردوير ده كله، بيعمل سيستم انترفيس، بيعمل ابلكيشن انترفيس، بيعمل البيزك سكيورتي. تمام. هنعمل شويه هيستوري سريع كده قبل ما نخش في الكمبيوتر نتوركس. يعني ان هو خلي بالك ان هو اصل الموضوع زي ما احنا قلنا هو السي بي يو، وبعد كده اي حاجه حواليه. هو انا براجع بس معاكم شويه كونسبت صغيره. اي حاجه حواليها ديت الهاردوير كومبوننتس دي بتسميها البريفرلز بتاعه السي بي يو ده، انبوتس اوتبوتس الكلام ده كله. وعشان اشغل الاثنين دول لازم يبقى فيه اوبريتنج سيستم. بس دي الصوره دي لازم تبقى في دماغنا نطلع بيها من الدرس بتاع اوبريتنج سيستم. وطبعا مع الاوبريتنج سيستم ايه؟ الابلكيشن سوفت وير اللي انا بشتغل بيه عشان اعمل اي حاجه، وورد بقى، ماتلاب، اكسل، اي حاجه. هيستوري سريع كده يعني عشان تفهم الدنيا كانت ماشيه ازاي. ده اللي اسمه البانش كارد، اللي هو ده بقى اللي كنا قلنا المره اللي فاتت ان هو بتبانش الكود بتاعك بدل ما تكتبه، لا بكودنج معين، زي عارف التليغراف اللي بيبقى ليه كودز معينه، هو ليه كودز معينه على الكارد ده. تمام. وفي بني ادم واقف بياخد الايه؟ الكاردز ديت ويوقف الناس بالطابور، يخلص الكاردز بتاعته ويطلع له الاوتبوت ويمشي. جوب كيو بقى حسب يعني ده الخطوه اللي بعدها، ان انا بقى في هارد ديسك بعمل الجوبس ديت بيزد على برايورتيز معينه واحطها في فوق اللي هي فيرست ان فيرست اوت من غير اي ترتيب للبروسيس بتاعتي. البروسيس اللي جايه تخلص اللي بعدها تخش وهكذا. الجوب كنترول لانجوج اللي هي سيت اوف انستراكشنز اكسبلينينج ذا ستيبس اوف ا بارتيكولار جوب. يعني مثلا الاوبريتنج سيستم يبعت الكوماند ديت للبرنتر، الاوبريتور ده بيفولو الانستراكشنز دي. يعني انا زمان ما كانش فيه تفاصيل كتير، هو الكمبيوتر جوه البرنامج بتاعه بيبعت انستراكشنز ديت للبرنتر تطبع، الاوبريتور البني ادم ماسك الورقه ديت ويعمل ايه؟ يدخل دي شويه الكوماندز دي الاول، بعد كده الكوماندز دي الاول بعدها. الكلام ده يعني هيستوري، فايه مش هيستخدمه كتير يعني. لا اقول لك بلاش هيستوري، خليها في توداي، بلاش هيستوري خالص عشان ايه؟ هنخش وهنلخبط الدنيا. خلينا نفهم الوضع الحالي، اللي هو الوضع الحالي احنا اتكلمنا فيه المحاضرتين لغايه دلوقتي. الفانكشنز الرئيسيه بتاع الاوبريتنج سيستم، انسى الهيستوري. اللي عايز مهتم في الهيستوري نقعد فيه مع بعض عشان ايه؟ حسيت بالانفعاج. طيب
دلوقتي الوضع دلوقتي ان بقى في مالتيبل بروسيسورز، بعمل لود بالانسنج كاوبريتنج سيستم ما بين جايه بروسيس دلوقتي بعمل لها لود لود بالانسنج، يعني ايه؟ ببالانس اللود على البروسيسورز المختلفه اللي عندي. ابسط حاجه زي ما قلت لك الترانسفورمر اللي عندك فيه كواد كور، صح؟ كواد كور يعني اربعه سي بي يو شغاله، فانا بقدر اللود بالانس اللود اللي عليه، تمام؟ فاللي هي بسكيل التاسكس ديت، مش مهم الشكل ده. النتورك بيكامينج ا سنجل نتورك وايد اوبريتنج سيستم رادر ذان ا نتورك اوف انديفيدوال اوبريتنج سيستم. الانترنت لما يجي نشتغل عليها، الانترنت هي عباره عن ايه؟ الدنيا دلوقتي عباره عن ايه؟ كمبيوترز ومتوصله ببعض، صح؟ هل ينفع نشتغل من غير انترنت دلوقتي؟ ما ينفعش. هنعرف دلوقتي حالا بقى الانترنت ديت عباره عن ايه؟ ماشي؟ هل الاوبريتنج سيستم كده فيه اي اسئله؟ هو بيبقى كاتب لك اربعه في واحد، كل واحد منهم 1 جيجا هرتز. تمام؟ هنتكلم عن الفاندمنتالز بتاعت النتورك عموما، وهنوصل منها للانترنت ازاي، بعد كده هنتكلم على الورد وايد ويب وايه يعني ايه بروتوكولز، وهنشوف هنلحق نعمل السكيورتي ولا لا. مش النهارده يعني، قصدي من التشابتر ده يعني. طيب شويه كونسبت جديده بقى. احنا هنتكلم عن النتورك، صح؟ فعايزين نكاتيجورايز النتوركس ديت عشان يجي نقول لك النتورك ديت عباره عن ايه غير النتورك الفلانيه غير النتورك الفلانيه. ابسط حاجه للكاتيجورايزيشن بتاع النتورك هو مكانها، يعني لو بتغطي مثلا الكامبس بتاعنا ده بس، الجامعه بس، بيسموها لوكال. لوكال اريا نتورك، لان. اللي يسمع كلمه لان هي لوكال اريا نتورك. نتورك بتاعت لوكال اريا بس. لو اطلع شويه يعني ام ان ديت ما بقتش مستخدمه كتير، متروبوليتان اريا اللي هي الاريا اللي هي ايه؟ المدينه مثلا. ماشي؟ الوايد اريا نتورك اللي هي ممكن تبقى تغطيه ان شاء الله اجزاء من العالم مختلفه يعني. تمام؟ نعم؟ لو الكره الارضيه كلها. كلوزد فيرسس اوبن، طبعا الانترنت هي اوبن لاي حد، اي حد يحط الكمبيوتر بتاعه في الانترنت بطريقه معينه هيبقى اوبن للنتورك ديت يعني. في نتوركس كلوزد البروتوكولز مختلفه عن الانترنت، وديت بتبقى سبيشال قوي مش هنتكلم عليها. احنا هنتكلم على البروتوكولز اللي هي بتتكلم في الانترنت. حد يعرف عارف يعني كلمه بروتوكول؟ لما يعني نقول بروتوكول هي الكونتكست بتاعنا هنا بروتوكول هو طريقه كلام ما بين طرفين وخلاص. في بروتوكول للكلام، في زي بروتوكول الدبلوماسي مش عارف ايه، ان في طريقه معينه للتعامل مع الطرف الثاني. فكر فيها كده دلوقتي لغايه ما نشوف ايه البروتوكولز الموجوده على الانترنت يعني. طيب في تقسيمه بقى ازاي التوبولوجي، ايه شكل الكمبيوترز كونكتد مع بعض ازاي؟ احنا قلنا في تقسيمه النتوركس عباره عن يا اما لوكال اريا نتورك، يا اما لان، يا اما مان، يا اما وان. تمام؟ في تقسيمه ثانيه بقى الكمبيوترز نفسها واصله بعضها ازاي؟ ففي اثنين مشهورين قوي، الباص كونفيجريشن او ستار كونفيجريشن. الباص زي الباص، عباره عن باص كده في النص وكلنا راكبين عليه. تمام؟ تخيل كده، فكر كده الكمبيوترز اللي واصله دلوقتي لما يجي تحطها في ايثرنت كده، الكابل النتورك ده بيحصل ايه؟ كلهم باص. بيبقى في كلهم واصلين بكيبل واحد، وكلهم ايه؟ طبعا التفصيل بتاع الموجود دلوقتي هنتكلم عليه كمان شويه، يعني ما حدش بيحط كابل واحد، لا بيبقى في طريقه ثانيه، بس هو في الاخر لوجيكلي هم كمبيوترز راكبين على باص واحد. تمام؟ طيب في ستار كده، انه بدل ما كلهم واصلين بكابل واحد بيبقى واصلين بحاجه في النص. دي اسمها ستار. ديت ستار دي زي ايه؟ اكسس بوينت. مين قال اكسس بوينت؟ زي الواي فاي. ان احنا كلنا لازم نبقى واصلين باكسس بوينت واحده، صح؟ كلنا بنكونكت على، افتح الواي فاي تكونكت عليه تاخد الباسورد. دي كانها ايه في النص كده؟ كانك ستار، صح؟ عندك في النص اكسس بوينت او راوتر او حاجه الواي فاي بتاعك،
وكله بيه بيكونكت عليه. حد يقول لي هو مش كمبيوتر، ما هو جواه كمبيوتر. صدقني الجهاز ده جواه كمبيوتر، مش شرط الكمبيوتر بالطريقه المتعارفه عندنا يعني. خلاص كده عندنا يا اما باص يا اما ستار. كان في حاجه اسمها رينج زمان بس ايه خلصت قبل التسعينات. رينج رينج يعني يعني رينج كده، وكل الكمبيوترز كلها واصله عكس الباص يعني، مش زي الباص يعني رينج. طيب فلنفترض احنا في الاوضه هنا بنتكلم مع بعض، يعني زي احنا في الكمبيوتر يعني الكمبيوترز على الباص عايزين نكلمه مع بعض. فافترض احنا في قيس على ذلك بقى ان احنا كلنا في اوضه واحده وكلنا عايزين نتكلم. لو كلنا اتكلمنا في وقت واحد حصل ايه؟ او بلاش كلنا، اثنين ثلاثه اتكلموا في وقت واحد مش هنسمع بعض، صح؟ فلازم ايه حد تاني، حد يستنى حد. هو ده كل الحكايه. انا لو عايز ابعت انا من كمبيوتر 1 لكمبيوتر 2 تمام، او بلاش هي الباص، ببعت على الباص كله يعني. هي الباص دي انا باعت زي في الاوضه، انا اتكلمت وكل الناس سامعاني، هي كده الباص بتبقى كده يعني. الايثرنت كده اللي هي عندكم اللي بتحط فيها الكابل الايثرنت او كابل النتورك يعني. حلو كده، انا اتكلمت واحد اثنين كمان اتكلموا في وقت واحد، بنعمل ايه؟ طب لو سمحت استنى، طب اتفضل انت تتكلم، مش عارف ايه الكلام ده كله. او واحد او ابسط حاجه ممكن احنا اثنين نستنى، تلاقينا كل واحد راح استنى كده وبعد كده واحد تبرع واتكلم هو قبل الاثنين قبل الثاني وهكذا. هي دي كلها كل القصه بتاعه المانجمنت بتاعه الانفورميشن اللي ماشيه على الباص ده. تخيل انت في 50 كمبيوتر واصلين ببعض و50 عايزين يبعتوا حاجه في نفس الوقت. معايا؟ هو 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 انت ليه هنجنه؟ هو انتوا مش حاسين ان في مشكله لو في اثنين كلموا في وقت واحد؟ دي حاسينها. على الكمبيوتر لو اثنين عايزين يبعتوا في نفس الوقت ديت بنعملها اسمها كوليجن ديتكشن. يعني هنا دي مش يا رب بسم الله الرحمن الرحيم سنس مالتيبل اكسس مش فاكر سي ايه هي الاس ديت سنس والام مالتي والاي اكسس. احنا اكتر من حاجه من اكسس ميديا للكوميونيكيشن في وقت كلنا في وقت واحد تمام. فانا لازم اسنس الاول ان هي هل الناس ساكته ولا لا، دي اول حاجه. وبعد ما الناس ساكته اعمل حاجه اسمها كوليجن ديتكشن سي دي ديت الكوليجن ديتكشن. كوليجن ان احنا بنخبط في بعض، الناس بتتكلم مع بعض في وقت واحد، فانا عملت ديتكت تمام. اللي بيحصل بقى على الكمبيوتر فعلا بالايثرنت ان انا اروح مستني جزء من الوقت راندم تمام. احنا اتنين نستنى وبعد كده نبدا ايه نتكلم، نبدا واحد يتكلم. يعني احنا اتنين اتكلمنا في وقت واحد واحنا واقفين، انا استنيت 5 ثواني وانت استنيت 10 ثواني، فانا ال5 ثواني بتوعي هتخليني انا اتكلم الاول. هو ده كل اللي بيحصل على النتورك. يعني الكمبيوتر نفسه بيعمل كده. عارف كارت ايثرنت؟ هل كلنا عارفين يعني ايه كارت ايثرنت؟ طب انت معلش بتحط الكابل النتورك فين في الكمبيوتر بتاعك؟ هل كلنا حطينا كابل النتورك زي الفلاشه كده؟ شفنا كابل نتورك قبل كده؟ ما شفتش؟ مين اللي ما شافش؟ كلنا شفنا كابل نتورك. بتحطه فين في الكمبيوتر بتاعك؟ هو الدنيا مش واي فاي بس تمام. بتحطها زي علامه التليفون ار جي مش عارف 45 ولا كام. نعم 8 اطراف. حلو، انا مش عايز التفصيله دي بس تمام. بتحطها ده اسمه كارت ايثرنت. عارف يعني ايه كارت شاشه؟ كارت مش عارف يعني ايه كارت شاشه بجد. في حد مش عارف يعني ايه كارت شاشه؟ الفيجا. فيجا كارت فيجا. عارف يعني ايه كارت فيجا؟ لا الموضوع صعب قوي كده. عارف ديسكتوب؟ الموضوع كله مش اللابتوب اللي في ايدك ولا الترانسفورمر. في البيت في حاجه اسمها ديسكتوب صح، واصل منه كابل كده طالع على الشاشه صح. طب هو داخل فين في الكمبيوتر؟ اللي داخل فيه اسمه كارت شاشه. كارت شاشه بيعمل ايه؟ بيكنترول اللي بيتعرض على الشاشه. انا عندي كارت ايثرنت هو اللي بيكنترول اللي بيحصل على النتورك منه، هي الحته بتاع سي اس ام اي سي دي تمام. الايثرنت ده هاردوير عليه امبلمنتيشن لسوفت وير بيعمل سنس للميديا الاول تمام، وبيعمل كوليجن ديتكشن وبيستنى راندوم تايم وبعد كده يبعت الانفورميشن عايز يبعت. كل ده في كابل ايثرنت. نعم كابل الايثرنت واحد بس. في السيرفرز بقى كارت الايثرنت ولا الكارت بيبقى واحد بس؟ برافو، السؤال ده جميل جدا.
ان هو في حاجه واحده اسمها ايثرنت. في حاجه اسمها واحده ايثرنت. لو عايز اعمل حاجه في واحده في العالم كله اسمها ايثرنت اعمل ايه؟ نعم، البروتوكول يبقى واحد. برافو، اسمها ستاندرد. في ناس قعدت زمان اي تريبل اي، كلنا المفروض نسمع عن اي تريبل اي، قعدت وراحت قالت ان في ستاندرد يا جماعه الايثرنت، اي حد يعمل كارت نتورك لازم يمشي على الستاندرد ده. ليه؟ ما عشان ما جيش كمبيوتر يمشي بطريقه وكمبيوتر بطريقه ثانيه مش هنعرفوا يتكلموا بعض خالص يعني، صح؟ اجي اعمل سويتش، اما نتكلم عن ايه سويتش؟ ما بتكلمش بنفس اللغه بتاع الكمبيوتر اللي واصل بيه، مش هنعرف اصلا نعمل نتوركينج اساسا من غير ما يبقى فيه ستاندرد. تمام؟ فهو كان في قبل التسعينات في ريسيرش كتير قوي ان هو احسن طريقه اعمل كوميونيكيشن بيها، واستقروا على الطريقه دي اللي اسمها سي اس. اللي اسمها سي اس ام اي سي دي. انا مش فاكر، انا هفتكر سي ان شاء الله ايه، بس هي الاس سنس، وام اي مالتي اكسس، وسي دي هو كوليجن ديتكشن. كل حكايه زي ما بقول لك انا ككمبيوتر قبل ما ابعت. تمام معايا؟ انا مين اللي هو الايثرنت اللي على الكمبيوتر بيديتكت الاول النتورك، بيديتكت زي ما انا واصل بالنتورك اهو. تمام، بيديتكت الاول في بيسنس الاول في حد بيبعت حاجه دلوقتي، لا روح بعت مفيش. سوري، يبقى في بديتكت ان في حصل كوليجن. تمام، واستنى راندوم تايم وبعد كده اسنس وابعت. هو راندوم تايم مش بيحصل. ايثرنت ده سرعته كام؟ حد عارف ايثرنت سرعته كام؟ مش ايه ما عدد. حد عارف ايثرنت سرعته كام؟ يعني ايه سرعه اصلا؟ هو بيبعت داتا من هنا لهنا. داتا يعني احنا عرفناها لغايه دلوقتي. الداتا بعملها بزيرو واحد، اسمه ايه زيرو واحد ده؟ بيتس. الزيرو واحد ده 1 بت، يا زيرو يا 1. لما يبقوا 8 اسمهم بايت. فبقيس السرعه يا اما بالبيتس يا اما بالبايت. سرعه الايثرنت بيبعت الداتا قد ايه بكام؟ 100 ميجا بت بير سكند. ميجا يعني ايه؟ خدناها برضه سنه المره اللي فاتت. ميجا لا، مليون. يعني مليون بت تقريبا يعني. فبيبعت، نعم. هو في الاول كان 10 وبعد كده بقى 100، في دلوقتي 1 جيجا بت بير سكند. ما حصلتش حاجه في النص اللي موجود، ما فيش 100 بين 100 ميجا و1 جيجا، لا خلاص بقت ايه؟ اللي جاي كله 1 جيجا بت بير سكند، بس بتلاقيه على السيرفرز الاول قبل ما تلاقيه على الديسكتوب كمبيوترز يعني. فايثرنت الكروت اللي نازله دلوقتي بقت 1 جيجا، بس الكومن اكتر هو 100 ميجا بت بير سكند. بص ايثرنت يعني بص. ايوه بالظبط كده. تمام؟ بتاعت ايه؟ ده بتاعت دي اس ال. ده سرعه الداتا اللي جايه لك من الانترنت لغايه النتورك بتاعتك. النتورك الداخليه شغاله 100 ميجا بير سكند. تمام؟ اللي جاي لغايه الراوتر ده بيختلف بقى ما بين 1 ميجا 4 ميجا وانت طالع وانت نازل كده يعني. خلينا ده في الايثرنت بس في النتورك، هنعرف لما نيجي نطلع على الانترنت هيحصل ايه. ده يا جماعه بيتكلم على جوه الاريا نتورك، جوه النتورك لوحده. تمام؟ لما اجي اللي في البيت او في الجامعه، مش بره الراوتر، مش بره على الانترنت، انا بتكلم جوه النتورك. تمام؟ لا العجل تماما، العكس تماما. انت عندك في البيت كام؟ مين يا جماعه عنده 4 ميجا بت بير سكند؟ مين عنده 8 ميجا بت بير سكند؟ في البيت. تمام؟ فاخرنا كام في مصر دلوقتي؟ 8 ميجا بت بير سكند. 24. يا جماعه فيها. نعم. كنت عايز تقول حاجه. لا فين اوبتيك فايبر؟ جوه الجامعه. بس من بره الانترنت لهنا مفيش اوبتيك فايبر لسه. دي اسمها برود باند، لسه في مصر مفيش برود باند. نعم؟ احنا كابلات نحاس بايظه. فعشان كده بتدفع 8 ميجا وبتشوف قدامك يعني 3 ونص كده يعني. فاللي انا عايز اطلع بيه ان هو الانترنت بيجي لك ب 4 ميجا 8 ميجا بير سكند، مع ان النتورك اللوكال اللي عندك ايه؟ ممكن لغايه 100 ميجا بير سكند. فالعكس صحيح، مش سالت انك انت الدنيا بتلمت، لا العكس صحيح، انت جايلك بطيء وعندك جوه اسرع من عشان كده لما تيجي تبعت حاجه جوه النتورك تبقى اسرع بكتير قوي من ايه؟
زي ما بداونلود حاجه من سيرفر المدينه مثلا، زي ما بداونلود حاجه من سيرفر بره. تمام. طيب الحاجه الثانيه بقى اللي هي